بينا متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. مساء الفل على حضراتكم، ودايما منورين ومشرفيني في بيتكم الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين، النهارده كان حادث اليم اثر فينا كلنا كمصريين. لازم نقدم تعازينا كنادي اهلي وكاسره قناه النادي الاهلي لكل اسر شهداء قطار محطة مصر. أحداث كتير جدا ظهرت على الساحة بعد هذا الحادث، وفيديوهات كتير نزلت، لكن بتمنى من الجميع إن هم بعد ما يكتشفوا كل الفيديوهات ينزلوها لنا، عشان ما نفضلش نتعقب فيديو بفيديو ونقول آرائنا في كل فيديو ونشوف أصل المشكلة في القطارات، لا أصل القطر مشي لوحده، أصل السواق نط من القطر. لسه من شوية فيديو نازل بيبين قد إيه كان فيه يعني لا مبالاة من سائق القطار لما نزل يتخانق مع سائق القطار التاني، ازاي يدخل فيه وداس على القطر عشان يطلع، وساب القطر والقطر طلع من مكانه، فيلم كبير كده. اتمنى ان احنا يعني نظهر الفيديوهات في النهاية، ما نفضلش ننزل كل فيديو لوحده، لان بيبقى يعني الدنيا مولعة فينا احنا كمصريين وقلوبنا بتتقطع لما بنشوف مثل هذه الحوادث الكبيرة جدا واللي بتأثر فينا كمصريين. كفايه بقى اللي حصل يعني قبل كده، والحمد لله على كل شيء، وان شاء الله في الجنه باذن الله. النادي الاهلي النهارده نعى شهداء قطار محطه مصر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضيه والعاملين بالنادي الاهلي ببالغ الحزن والاسى. نعوا ضحايا قطار محطه مصر والذين وافتهم المنيه اسر الحادث الاليم والذي وقع صباح اليوم. تغمدهم الله بواسع رحمته وادخلهم فسيح جناته والهم اسرهم وزويهم الصبر والسلوان وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. ده كان بيان النادي الاهلي في نعي اسر ضحايا شهداء محطه مصر. نتمنى ان يعني الحمد لله على كل شيء، واكيد الحادث مش هيمر مرور الكرام، وحوادث كتير النهارده بتحصل مش عارف في ايه. الحمد لله يا رب، وان شاء الله بلدنا تفضل امنه باذن الله رغم اي حاجه. إن شاء الله يكون معانا النهاردة أو فقرات